شيخنا حفظك الله، إذا كان طالب العلم لا يقدر على الحضور في مجلس الشيخ في الحلقة، نعم، وأخذ يطلب العلم عن طريق الأشرطة، هل هذه تكون حل للقول بأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه إذا كان يطلب عن طريق الأشرطة؟ هذا يقول إنه إذا كان لا يستطيع أن يحضر الدرس وتلقى العلم من الأشرطة، فهل هذا يكون مقام الحضور، أو إنه يقال فيه ما يقال في أخذ العلم من الكتب، وأن من أخذ علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ الجواب هي ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي عليها أن يأخذ من أفواه الشيوخ ويحضر المجالس، وهذه أعلاها بلا شك، لأن الإنسان يتأثر بنبرات القول وانفعال المدرس ويفهم حسب ذلك. الدرجة الثانية الأشرطة. الأشرطة تفوت المشاهدة لكنه يسمع الصوت كما هو، وهذا أقل من المشاهدة لكن فيه خير كثير. الثالث الكتاب، وهذا نافع بلا شك. فهذه ثلاثة طرق. كان في الأول ليس هناك إلا طريقان، وهما المجالسة أو الكتاب، أما الآن والحمد لله صار هذا الواسطة. وأما قول من قال إن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه فهذا غير صحيح، يعني معنى ليس عاما، لأنه يوجد أناس قرأوا العلم بالكتب وحصلوا خيرا كثيرا، لكن القراءة في الكتب تحتاج إلى وقت أكثر، وتحتاج أيضا إلى فهم، لأن الطالب المبتدئ قد يفهم العبارة على خلاف المقصود بها فيضل. نعم.